صباح الخير عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بصحة كلشي بخير. كنقول لكم جمعة مباركة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المهم الطريقة ديال التحمار باللوز ولا الكاوكاو. كتجي بصراحة رائعة وكتجي بواحد الكمية اللي قليلة، واحد النسبة قليلة ديال الزيت. كيف ما كتشوفوا معايا، هاد البانيني هي اللي باش غادي نحمر هاد الكاوكاو عندي اليوم. هاد البانيني كما كتشوفوا كما كتعرفوا كنا كنستعملوها على التسخان، ولا بغينا هي راه عندها الصراحه بزاف ما كتعطينا. احنا انا بعدا كنهضر على نفسي، انا ما كنتش عارفه بزاف الحوايج، يعني نقدروا نشوفوا فيها الخضره، نشوفوا فيها اللحم، نحمروا فيها اللوز والكاوكاو، صوص فيها راني سبق لي شاركت معكم ما صايبت فيها لاجينواز، جات رائعه وجات خطيره، راني سبق لي شاركتها معكم. وكنقول لكم خليكم معايا، غادي تشوفوا كيفاش غادي نحمر هذا الكاوكاو. كنجيب واحد شويه ديال الزيت نباتيه وواحد البانسو، غادي نحاول غير كندهن هاد البانينوز من فوق ومن تحت. صافي كنحط فيها الكاوكاو ديالي. نحاول نقادو غير شويه حتى كل وحده تشد بلاصتها باش غادي تحمر ليا من الفوق ومن تحت. واحد الرشيشه ديال الزيت صافي غادي نستعلي. صافي دابا غادي نسد عليه وغادي نخليه حتى نحس به، المهم حتى كطفى لي هاد البوله هاد الخضرة. صافي عاد اللي ما عندوش هاد هي راه كاع لي بانينوز فيهم هاد بوله خضرة وبوله حمراء، المهم اللي ما عندوش غادي مرة مرة يطل لي حل هاكا ما فيها والو، غادي يحس به يتحمر غادي يحيدو. المهم هانتوما معايا حتى يتحمر لي هاد الكاوكاو هذا. المهم البنات كيف ما كتعرفوا اليوم الجمعه، اليوم ان شاء الله غادي ندير الكسكسو بالبلبوله. كيف ما كتشوفوا معايا راني غادي نغسلها دابا، اجيو معايا باش تشوفوني كيفاش كنوجدها. هانتوما البنات قبل ما نمشي باش نوجد البلبوله غنحاول نقاد هاد الكاوكاو مره ثانيه. كتعرفوا رمضان جاي وغادي غادي نحتاجوا لهاد كنبغيو نوجدوا شي هواس بصراحه، وغادي غادي نحتاجوا يمكنش غادي نبقاو ندير واحد الكميه وفيره ديال الزيت. واحد المعلقه نقدروا نستغناو على المقله، نستغناو على الزيت بزاف. غادي نستعملوا غير هاد البانينوز، راها بصراحه مخيره وزوينه بزاف. المهم يلاه معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنحضر البلبوله. المهم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نغسل هذه البلبوله. هذه البلبوله البنات ماشي ديال الشعره، هذه كتصايبها ماما،
هانتوما كنحيد منها كاع هاد النشا، نعاود نغسلها تاني. كنحاول البنات نغسلها حتى كيحيد لنا هاد النشا هذا. البلبوله اللي كنشريو راه ما غاديش تلقاو فيها بحال هكا، ما كنغسلهاش الا كندير شريان، ما كنغسلهاش. كانت ديال الدار كنغسلها صافي. دابا راه مبقاش فيها هذا كله النشا، كنصفيها على هذا الشكل هذا وكنخليها حتى كتسقطر مزيان. صافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما كتسقطر هاد البلبوله، غادي نجي مباشره غادي ندهنها بواحد شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد جوج المعالق ديال زيت الزيتون، كندير لها واحد رشيشه ديال الملحه، صافي. غادي نحاول انني نوصل هذاك الزيتون لهاد البلبوله اللي عندي كامله. ونحطها صفور عادي بحال الكسكسو حتى كتطلع فيها الفوره، ونحيدها ونعاود ثاني كندير لها اربعه الفورات، كتجي زوينه وكطيب بالزربه، ما كتعذبكش في الطياب. الطريقه ديال انك كتغسليها وكتحيدي من هذاك النشا اللي كيكون فيها، ماشي النشا، كتكون فيها واحد البقايا ديال الدقيق ديالها. صافي دابا غادي نجيب الكسكاس، غادي نديرها فيه، غادي نحطها دابا تفور ونخليها حتى كتفور عاد نتلاقاو باش تشوفوا الفوره الثانيه ثاني شنو غندير فيها. صافي من بعد ما كطلع فيها الفوره على هذا الشكل هذا، نتوما اللون ديالها كيتبدل، كنديرها في هذا الواطه هذه ولا قصريه ولا المهم داكشي اللي عندكم كتصاوبوا فيه الكسكسو. راه ساهله، هي سهل من الصراحه، احسن من سهل من السميده ولا من الكسكسو. ما تخافي لا كتعجل لا والو، بالحق البلبوله ديال الدار ماشي ديال الشريان. صافي كنجيب واحد الكاس ديال الماء، غادي نخوي نصه هو الاول، كنبقى هكا نوصل داك الماء للبلبوله كامل اللي عندي. كنعاود نزيد نخوي هذا النص الثاني، راه في البلاصه كتشربوا. صافي غادي نخليها على جنب حتى كدوز واحد 5 دقائق، عاد نرجعها الكسكاس ونحطها ثاني صفور المره الثانيه، وكنستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل 4 الفورات. صافي وكتكون عندي البلبوله ديالي وجدات،
وهذا مكان حتى توجد البلبوله ونسقيها ونشاركها معكم ان شاء الله. كانت هذه هي الغديوه ديالنا ديال البلبوله، كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنىها تكون عجباتكم، وكنقول لكم بالصحه والراحه وجمعه مباركه. كما كتشوفوا البنات، ها انتم هي هذا الكوكو ديالنا تحمر، ما كيشربش الزيت وكيجي مقرمش، كيجي زوين زوين بزاف، وبصراحه يستحق التجربه. نتمنىكم تجربوه. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار هذا. كنقول لكم البنات اللي كتواجدوا في القناه تابونوا معايا، ضغطوا على زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.